تعبون من ثقل ذنوبكم التي لا يحاسبكم عليها القانون، عودوا إلى ضمائركم قبل أن تقعوا في شباك الحساب والعذاب، فحساب الضمير وعذابه أقسى من حساب القانون وأحكامه. هنا صاحة الضمير، هنا صاحة الضمير، هنا صاحة الضمير، محكمة الضمير. التأليف أحمد السيد، محكمة الضمير. الإخراج محمد غزاوي. تدمير أسرة. والآن أيها السادة، مع الراقصة المهلوبة نسرين. معناتك لا تصل مضبوط، انت عم تشتغل قصص. انت السبب انت يلي بعد الحسام تركت بدون ام تستند عليه الحميه. تاكد انا الحكي يا صديقي، لك شو يعني هالقصة تاخذ الحل. روح مشي بس عم منك ولا كلمه. صوت الضمير ناوي لك علانيه عاطله، لك اسمعني وترك عم تربط راسك. ايه 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 ما راح اترك عم اقلك. نسرين تعالي هون. شو بدك منها يا اخ؟ شو بدك منها؟ هي بنتي وبدي اياها. تعالي نسرين تعالي هون. خير شو بدك؟ طالعوا من هون. عم بيقول انه ابوكي. انا مالي اب. يلا طالعوا لبرا خلينا نكمل الحفله. يلا لك تعي لهون، بدك روحي معي غصب عنك. طالعوا من هون. لك نسرين، لك نسرين تعي هون يا بنيه. آسا بقى روح الامورك معها الله يرضى عليك واتركني بحالي. ها طيب وابني سهيل، ما في قدامك إلا حل واحد وبس. شو هو؟ روح الحلقة وارتاح منها. روح. خلدون. نعم. قبل ما تفكر بالقتل تعال واجه شريمتك بحضرة الضمير. معك حق. أنا اللي جريت على بنتي وابني ومرتي، أنا اللي تخليت عنهم وتركت ابني ومرتي بدون شيء. خدي معك وحاسبوني لأني بستاهل. يا مجنون بدي روح. لا تروح خليك معي، لا تروح.
المتهم خلدون حضرة المدعي. رجعت متأخر يا خلدون. ندبال ندبال يا سيدي ندبال. تعال يا وجدان. أمرك حضرة المدعي. خده وفرغ ذاكرته. حاضر حضرة المدعي. امشي قدامي يا متهم. ادخل لها النفق يا متهم. لا لا دخلكم، انا راح اعترف بكل شيء، بس لا تفوتوني لهون. مش على الله تفوتوني لهون. ادخل يا متهم. تعال تعال يلي قتلتني وضيعتني، تعال يلي رميتني للقهر والعذاب. بابا نسرين حبيبتي نسرين، ليش هيك عملتي؟ عم انتقم منك، بدي هينك وبدلك وحط كرامتك بالأرض. انت ضيعتني وقتلت أمي وضيعت أخي. الله لا يسامحك، الله لا يسامحك، الله لا يسامحك. لا 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 طلعوني من هون، طلعوني من هون، طلعوني من هون. المتهم صار جاهز حضرة المدعي. سبقني فيه على قاعة المحكمة يا وجدان. هنا محكمة الضمير. هنا نبض الإنسانية. هنا ساحة الضمير ومحكمة العدل الحقيقي لمن يعرف معنى الضمير. نحن في قلب كل إنسان لأننا روح الإنسانية. نحن الضمير روح الإنسانية. نعلن افتتاح جلسة اليوم. تفضل حضرة المدعي وأطلعنا على التفاصيل. سيدي الضمير، عندما يغيب العقل وتسيطر على الإنسان روح الأنانية، يصبح التهور القانون المسيطر على مسار هذا الإنسان. والمتهم خلدون هو النموذج، فقد كان يعمل سائقاً خاصاً للمدعو حسام، وهو تاجر معروف وميسور الحال. وعندما اشتدت الحرب على سوريا، قام حسام التاجر بإنهاء خدمة خلدون لديه بحجة ضغط النفقات وعدم الحاجة إليه. ومن هنا بداية أحداثنا يا سيد الضمير، فلنتابعها بعد أن رصدناها في ذاكرة المتهم. خلص يا ابن الحلال، لا تزعل ولا على بالك، ارجع اشتغل على الميكرو تبع جارنا ابو سعيد. لا والله ما حسبت يا سعاد، انا عم فكر بالهجره برات البلد. وكيف بدك تهاجر وما في باليد حيله؟ والله ما بعرف كيف بدي زبطها، بس لازم نهاجر لانه البلد رايحه للاصعب والاخطر. الله يرضى عليك يا خلدون، ايم هالفكره من بالك، قلنا بسعر غيرنا من هالناس اللي عايشين بالبلد. يعني لازم ننتظر للموت؟ لنموت من الجوع او من شي قذيفه او نتبهدل قدام الناس؟ يا حبيبي انت شوفير، فيك تشتغل ايمت ما بدك. لك يلي طلعوا برات البلد عايشين بنعيم وامان
ونحن هون قاعدين على كف عفريت. خلدون، نحن أربعة، أنا وياك ونسرين وسهيل، يعني بدك كم شد دولارات لحتى تقدر تسفرنا؟ ومين قال لك رح أخذر معي؟ أنا بطلع قبلكم وبأمن لكم لم الشمل وبأخذكم بعدين. أيوة، ولمين بدك تتركنا هون؟ لك لا تخافي، المهم هلأ أمن مصاري السفر. أها، ومن وين بدك تأمنون؟ ما في غير أختي بهي، رح شوفها وأخذ منها مصاري. أخي، وهيك طالعك معلمك من الشغل بدون ما يعطيك ولا ليرة تعويض؟ يعني أنت اللي صار لك عنده 15 سنة؟ رح يعطيني أختي، رح يعطيني، بس قال لي بده وقت لحتى يجمع مصاري ويعمل حساباته. إيه، وشو قصة السفر اللي طلعت فيها؟ والله ما في قدامي غير الحل يا بهية، لأنه وضعنا المعاشي عم يتدهور والغلا هلكنا. وجاي تطلب مني مصاري يا خلدون؟ لأنه ما لي غيرك أختي. طيب بسيطة، إذا بدك بتبيعني أسهمك من حصتك ببيت أهلك. كلهم سهمي، لا رح يقدموا ولا رح يأخروا. إيه بس معي بيعملوا شي لك أخي. إيه ماشي، ومصاريكي جاهزين أختي؟ إيه طبعاً جاهزين. ماشي لكارم، نحكي بعدين. يلا عن إذنك أختي. سلامة. شو سهيل؟ الموضوع تبع أبوك صار جد؟ ايه نعم صار جد، بس شو فينا نعمل معه؟ فعلا، بس انت ملاحظ انه لحد هلأ ما أخذ رأينا ولا ناقشنا بالموضوع؟ ايه أبوكي هيك كل عمره متسلط وما حدا بيقدر يناقشه برأي. انت بتعرف انه باع حصته ببيت جدي لعمتي بهية؟ ايه نعم قالت لي أمي، وبيني وبينك أنا قرفان هالعيشة كلها، لأن عيشة بدون مستقبل ولا حتى أمل بالراحة والاستقرار. يعني سهيل نحن مو لازم نحكي معه؟ والله ما بعرف يا أختي ما بعرف، أنا قلت لك أني قرفان هالعيشة كلها. يلا نسرين بخاطرك أنا رايح بدي أسهر مع رفقاتي. سلام. سلام، الله معك. شو هالخبرية هي خلدون؟ بدك تسافر تترك عيالك هون؟ ايه والله يا معلم، بس رح ابعت له المشمل. انت بتعرف قديش بتكلف سفرتك لاوروبا؟ يعني شي 2000 دولار. هدول ما بيطلعوك من سوريا خلدون، سفرتك هلا رح تكلفك بالقليلة 5000 دولار. انت قديش معك منهم؟ والله بصراحة بعت حصتي ببيت اهلي، يعني تقريبا شي 2000 دولار. اها، والباقي من وين بدك تجيبه؟ والله بدي شوف حضرتك شو بدك تعطيني تعويض عن خدمتي عندك. لا تقول تعويض خلدون، أنا رح أعطيك هدية، هدية نهاية خدمة وما تحسبها أكثر من 50,000 ليرة سوري. إيه ماشي يا أخي، كتر خيرك خلدون. أنا رح حللك عقدتك هاي. كيف معلم؟ أنت بتعرف بإني أنا أرمل بحاجة لزوجة، وأنا بصراحة من فترة شفت بنتك نسرين لما اجت لهون تسأل عنك، وبصراحة اكتر عجبتني، بأدرسها منيح، بتجوزني اياها بعطيك اجرة سفرك كاملة. شو قلت؟ عفوا سيد حسام، نسرين قد بناتها. شو عليه؟ هذا الشيء ما بيعيبني بنور، وبعدين براحتك هاي الصفقة عم بعرض عليك، ان عجبتك قول يا رب، وان ما عجبتك انت حر. شو
شو هالحكي خلدون؟ بدك تجوز بنتك لواحد من جيرك؟ انا ما عم اخذ رايك، انا عم اقول لك وبس. يعني انت مقرر هالشي؟ ايه مقرر، لان رح تعيش معه بسعاده وراحه بال وعز وجاه كمان. واذا البنت ما وافقت شو بدك تعمل؟ مو على كيفها، بدها توافق ورجلها فوق راسها كمان. ايه برافو عليك، هيك خليك رجال، هي صفقه عمرك. لا تخاف علي، انا كثير بعجبك. سيد الضمير، بعد مشادات ومجادلات قاسية بين المتهم وأسرته، رضخ الجميع لأوامره مكرهين ومجبورين، فقبض خلدون ثمن ابنته وزفت إلى حسام عروسا. ثم بعد ذلك صار المتهم يتجهز للسفر، لكن ابنه سهيل انقلب على أبيه بعد أن رأى أخته تقاد كالشاة إلى مذبحها. فلنتابع الأحداث من هنا يا سيد الضمير. تعال أسوي، تعال هون لشوف. نعم بابا. نعم، ونعمين إن شاء الله، نعمة ربسك. شو صاير قليل أدب وقليل ترباية؟ ها كل الوقت قلب لي خلقتك، ها عم تطلع باشا وتفوت وزير. ليك بابا، أنت كل شي عملته وعم تعمله هو ضد إرادتنا. وأنت شو رأسك بلا يا بابا؟ أنا ما عم بقدر أتخيل أنك بعتها لأختي بس كرمال تسافر. لك يا كلب، أنا ما بعتها، أنا اخترت لها حياة رح تعيشها معززة بقربة مع واحد غني ومعروف. هذا رأيك أنت بابا، أنت بس بدك تسافر وبعتها كرمال تقبض ثمنها وتسافر بحقها. لسه عم تقول لي بعتها بابا. لا تمد إيدك راس، أنا ما عدت تصدير. لا خلاص، عسى ما أصل لك لسانك، ما عدت تخلص من هلا ورايح، ما عدت تخلص. أنت اللي غلطان مو أنا. لك خليني أعمل شو لها، والبيت هاد ما عدت فوت عليه. إلي ولا ابن ناقص راح ينقلع، وستني ما بقى تشوفوا شو عملت. إلي إلي دربي ست ما يرد يلعنك ولعن الموديلك. وين كنتي لهلا؟ رحت شقيت على نسرين. لك انا ما قلت لك اتركيها شي شهر شهرين بعدين بتزوريها؟ ما قدرت يا خلدون، ما قدرت، البنت تعبانه ولساتها مستغربه. بكره بتتعود، المهم لا تتدخلي بحياتها بنوب. شو وينه سهيل؟ سهيل قلعته من البيت لانه رفع صوته علي. لك انت شو عم تحكي خلدون؟ انت قلعته؟ خلص اتركي، بكره بيرجع لحاله مثل الكلب. يا الله يا الله، انت شو اللي عم تعملوا فينا يا خلدون؟ شو اللي عم تعملوا فينا؟ صغيرة ومحلولة. وكيف بدي حل عبود؟ ليك رجع على البيت، أنا مالي راجعها. اسمع سهيل، أنت رجال ولا مالك رجال؟ شو هالسؤال هاد؟ شلون شايفني أنت؟ إذا كنت رجال عن جد تمشي معي هلأ وتلتحق بالثورة. لك أنو ثورة هي؟ اسمع سهيل، نص البلد صارت بقبضة الثورة، بقى إذا ناوي تعيش حياتك صح تلتحق معنا وما تاكل همشي. شو قلت؟ بكرة الصبح مسافر على تركيا، ومثل ما قلت لك ها كم شهر ورح ابعت لك تجي انت والمغضوب سهيل. سهيل صار له 3 ايام مو مبين وموبايله مسكر. لك هي حركات عم يعملها مشان ترجع لحتى يرجع.
اتركيه كم يوم وراح يرجع لحاله. طيب أنا هون شو بدي أعمل خلدون؟ أهم شي لا تتدخلي بحياة نسرين بنوب، وهي تركت لك مصروف بكفيك 3 شهور، وبس وصل لهنيك واستقر بخبرك بقى. يعني هلأ أنت ما راح تغير رأيك خلدون؟ لك يا مجنونة، بكرة لما بتصيري بأوروبا راح تندمي على الكلام هذا. يلا فوتي فوتي فوتي، زبطي لي اغراضي للسفر. يلا ماشي. ليش الغبرة على الترابيزات؟ اه يعني انا اللي لازم امسح الغبرة ست غصون؟ إيه لا عم تمزحي، لا تكوني مفكرة حالك ست بيت هون ونحنا يلي لازم نخدمك. طبعا انا ست البيت ومالي خدامة. إيه لا إيه لا ستي انتي خدامة، وبابا اشتراكي بمصاري مشان تخدمينا. انا ما بسمح لك بهالحكي بنوب. يا شايفة حنجرتك بلشت تلعلع. ايه شو علي؟ بسيطة، رح طول بالي عليكي لبين ما يجي بابا من الشغل. الحكي اللي عم بسمعه من بنتي يا نسري؟ إذا أنت جايبني خدامة بتكون بنتك معها حق. طبعاً أنا جايبك خدامة، لا تكوني عم تحلمي بأكتر من هيك. أنا ما عم بحلم، أنا بدي حقي كزوجي. آه حقي كزوجي تاكلي وتشربي بهالبيت، وحقنا كلياتنا عليكي إنك تخدمينا بكل شي بدنا إياه. ولا بتحبي إلك قديش قبض أبوكي مني لحتى أجيبك لهون؟ شو أعمل؟ مشان الله قوليلي، سهيل صار له شهرين لا حس ولا خبر، وأخوكي نفس الشي لا عم يحكي معنا ولا عم بيطمنا، وبنتي تعترت بهالجوازة وعايشة بذل وإهانة. والله يا سعاد، يعني ما بعرف شو بدي قلك، يعني بدك تعذريني، أنا مو ناقصني مشاكل ووجع راس، يلي فيني مكفيني. يعني كمان أنت مو ناوية توقفي معي بهالمحنة؟ آخ يا ربي دخيلك، قلتلك عذريني، أنا كمان عندي مشاكلي وهمومي. ماشي بهي ماشي، كتر خيرك، شكرا إليك كتير، عن إذنك. الله معك. اجي لعندك على المكتب مشان اتفاهم معك على موضوع بنتي نسرين. قبل ما تتفاهمي معي على موضوع بنتك، روحي شوفي ابنك سهيل مع مين عم يشتغل. اه انت بتعرف وينه ابني سهيل؟ ايه لك ابنك سهيل صار قائد مجموعه مع الارهابيين يا مدام. ويا انتي عم تحكي جد؟ اها لهيك بدي اقول لك، بنتك نسرين خدامه عندي، وانت بالذات ممنوع تزوريها، وإن ما عجبك هالحكي رح أخرب بيتك وبيت بنتك، وأتهمك أنت وياها بمساعدة الإرهابيين عن طريق ابنك. عم تفهمي؟ خلص خلص فهمي. من هون حاطين إرهابية بيتنا. فشلة عيونك، أنا تراب هالبلد تاج على راسي. وأخوك يا بعدي مع مين عم يشتغل ويحارب؟ إذا ثبت هالحكي على أخي أنا رح أتنكر له، وما رح أتشرف إنه يكون أخي. إيه لا حبيبتي تأكدي،
والخبر موثوق، وشوفيه على الفيسبوك كمان، طلع على صفحات المعارضة وهو عم يحكي طالع نازل. يعني شو اللي بدكم اياه مني؟ يا حرام، حرقتي لي قلبي. لك احكي شو بدكم مني؟ صراحة مالنا متشرفين فيكي، لا انتي ولا ابوكي يلي كان شوفير عند بابا، ولا اخوكي يلي ايديه تلطخت بدم اولاد البلد. لكن قولي لابوكي طلقني. حبيبتي اصلا انتي مو مكتوب كتابك بالمحكمة، ما قلنا لك من الاول انك موجودة بس لخطبتنا؟ لك انتي شو عم تحكي؟ شو عم تحكي؟ ما رح اقول شي لحتى يجي بابا. لا بابا مو كتب كتابي بالمحكمة، وكلها تمثيلية كانت مشان يقبض تمني باسم زوجة بعقد عرفي. اوه بدي دايما داي من جوات قلبي، بس ماني سخيانة فيه، ماني سخيانة. أهلين عمتي. لك أهلين، شو جاي زيارة عند أمي؟ إيه لأنه أمي تعبانة كتير. تفضلي عمتي تفضلي. يعني حكى معك خلدون؟ إيه والله دق لي، وأنا دقيت لك بس موبايلك مسكر. موبايلي بعته مشان اشتري دواء. إيه المهم، شو وضع خلدون؟ وين صار؟ آخ بالله على قلبي عليك يا خلدون، علقان بتركيا، قال في جماعة ناصبين عليه وأخذين منه المصاري، وهو مو عارفان لا يرجع ولا يكمل على أوروبا. يا ويل قلبي عليه. طيب شو رح يعمل؟ آخ طلب مني ابعت له مصاري، يعني وانتو بتعرفوا الحالة أنا ما معي، فقلت بيجي بخبركم بلكي انتو بتدبروا له. شو عمي نسرين؟ انتي ما فيكي تطلبي من جوزك؟ ايه عمي خلص انا رح ادبره. سيدي الضمير، هذا ما حصل للمتهم في تركيا، سرقوا منه كل ما يملك. أما زوجته سعاد فقد اشتد بها المرض وازداد قهرها على ابنتها التي عانت وذاقت الأمرين في زواجها المشبوه، وأوجعها تهور ولدها سهيل والتحاقه بصفوف الإرهابيين، فلم تحتمل كل هذه الأوجاع فماتت وهي تحمل فيضاً من الدمع والقهر، وبقيت نسرين وحيدة تعارك الحياة وتنتظر من أبيها لفتة من خارج الحدود يشعرها بوجوده، لكنها لم تحظ بهذه اللفتة إلى أن وقعت بيد رجل قادها إلى مرابع الليل وشجعها على اتباع طريق ليس بطريقها، وها هي الآن تتلوى على أنغام الموسيقى، الموسيقى الهابطة، كي تعيش دون حاجة أو جوع. انتهت أحداثنا يا سيد الضمير، ونحن ننتظر حكمكم العادل. لحظة يا سيدي الضمير. من مكتبة الإذاعة السورية. أنا نسرين بنت المتهم خلدون. قولي ما لديك يا ابنتي. يا بي خلدون، انت اجيت وشفتني وأنا عم أرقص قدام السكارة ورواد الليل، ونترت حالك وبدك تعمل مراجل علي وتاخذني غصب عني. اسمعي يا بي،
انت بعتني بثمن رخيص وبعقد زواج وهمي، وتركتنا انا وماما واخي بمهب هالريح. كنت عم تحلم باوروبا وجنتها وما فكرت فينا، وما كان عندك ضمير، وانت عم تقبض ثمني من حسام مشان تحقق حلمك الوهمي. سيدي الطبيب، بابا انتهك انسانيتي ودمرت